أكرم مخلوق خلقه الله عز وجل على الأرض هو الإنسان. كرمه الله تبارك وتعالى أعظم تكريم، فخلقه بيده سبحانه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأكرمه بالعقل، وخلق الله عز وجل الكون كله من أجله وسخره له ليتفرغ لعبادة الله عز وجل مستفيدا من هذا الكون. قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان من آيات الله عز وجل الباهرة، إذ خلق الله عز وجل الإنسان من صلصال وهو تراب ممزوج بماء كالفخار، جف حتى أصبح له صوت وصلصلة، والتراب والماء عناصر ثقيلة رزينة، وهي عناصر بناء لا هدم ولا حرق. من هذه الرحلة الطيبة المباركة نتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى في آيات الخلق. ذكر ربنا عز وجل في القرآن خلق الجسد بآيات كثيرة، منها ذكره عز وجل أنه خلق الإنسان من الأرض والتراب والماء والطين والطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال كالفخار. لقد بيّن الله تبارك وتعالى تفاصيل هذه الرحلة في كلمات موجزة مختصرة: نطفة، علقة، مضغة، عظاما، لحما، خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. وبيّن الله عز وجل لملائكته الكرام عليهم السلام عظيم خلق الله تبارك وتعالى وطلاقة قدرته في الخلق والإيجاد من العدم، فأعلمهم بخلق جديد ليس من قبل الخلق الأول منهم أو من الجن، بل هو مخلوق متميز عنهم، وبين لهم الهدف من خلق هذا المخلوق الجديد. فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهو سبحانه وحده العليم الخبير بهذه النفس البشرية وبكل ما خلق. قال الله عز وجل في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام من أديم الأرض الذي هو التراب، لذلك سمي بآدم بعد أن تحول التراب إلى طين، ثم تحول الطين إلى سلالة، ثم تحولت السلالة إلى حمأ مسنون، وذلك بتغير رائحته، ثم أصبح الحمأ المسنون طينا لازبا أي ملتصقا، فأصبح له صوت مثل صوت الفخار، ثم نفخت الروح فيه، لذلك يقال خلق آدم عليه السلام على مراحل. المرحلة الأولى: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض، فبدايتك من تراب، فسبحان من جعل التراب يتكلم ويتحرك، وسبحان من جعل التراب مخترعا ومبتكرا. المرحلة الثانية: اختلط التراب بالماء فأصبح طينا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالتراب والماء من أنقى وأطهر العناصر. ثلاثة: المرحلة الثالثة: ترك الطين حتى يجتمع ويتلاصق حتى يصبح متماسكا سميكا. يقول الله عز وجل: إنا خلقناهم من طين لازب، يعني تركيبتك فيها قوة وتماسك،
فكن قوي الإرادة قوي العزيمة. المرحلة الرابعة، هذا الطين المتماسك شكله الله عز وجل كما نشكل الصلصال، شكله في صورة الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الله عز وجل كل الكائنات بكن فيكون، وخلق آدم عليه السلام بيديه، لتعلم أنك كريم عند الله عز وجل، وأنك أهم وأكرم من في هذا الكون المسخر عند الله عز وجل. المرحلة الخامسة، نفخ الله عز وجل فيه من روحه. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخة ربانية، وهذا قمة تكريم الله عز وجل للإنسان. المرحلة السادسة، ثم خلق الله عز وجل آدم يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه نزل إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. لذلك إن دعاءك يوم الجمعة مستجاب برحمة الله وفضله. المرحلة السابعة والأخيرة، أخرج الله عز وجل آدم عليه السلام وذريته إلى يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. بالتأكيد ألا تتذكر هذا اليوم، ولكنه مغروس فيك. فهذه هي الفطرة الموجودة داخل كل إنسان تناديك إلى الله عز وجل وإلى الخير والأخلاق. إن آدم عليه السلام في مرحلة خلق الجسد قد مر بعدة مراحل، بدءا من الطين ونهاية بالصلصال الفخار. وفي الحديث قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. كما ورد أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وشكله على الهيئة التي خلقه عليها، فكان نموذجا، فبقي هكذا صلصالا كالفخار 40 سنة. فكان إبليس ذاك الذي لعنه الله عز وجل ينقر عليه بيده، فيصدر صوتا كما لو نقر على جرة من الفخار. ثم نفخ الله عز وجل فيه الروح، فسرت في جسمه حتى وصلت إلى رأسه، فعطس آدم عليه السلام، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى: يرحمك الله. وفي رواية: رحمك ربك يا آدم. وبعد أن أتم الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وتكوينه، ونفخ فيه الروح، وأصبح بشرا سويا، أمره عز وجل أن يذهب إلى نفر، وهم الجماعة من الملائكة، وليسلم عليهم، وينظر ماذا يردون به ليتعلمه ويحفظه، لأنه التحية التي شرعها الله عز وجل لآدم وذريته. فقال لهم آدم عليه السلام: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادته الملائكة: ورحمة الله. فأصبحت هذه الصيغة المشروعة في الرد على السلام في دين الله عز وجل الإسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.